البداية تحية لكل الأهلوية، أهلا بكم. حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع حضراتكم، وبما أنه النهاردة راحة وعندنا مباراة مهمة يوم الأربعاء مع إمبي، ففرصة نتكلم في حاجات كتير. حقيقة امبارح حابب أبتدي معاكم من امبارح تحديدا، متابعة مباراة قمة، واحدة من الماتشات المهمة السنة دي في الدوري الإنجليزي، بما أن هما الاثنين قريبين شوية من مشهد المنافسة، ليفربول وتوتنهام. واللي أسعده الحظ بمتابعة المباراة واحدة الحقيقة فيها مباراة فيها كرة من العيار التقيل. نتكلم الأول عن المتعة ولا نتكلم الأول عن الدروس المستفادة؟ نتكلم الأول عن المتعة الحقيقة، متعة الدوري الإنجليزي عموما، واللي يمكن ترجمتها أو ظهرت في المباراة دي بشكل خاص هي متعة سرعة الإيقاع. مباراة مش ممكن أنك أنت تمل، مش ممكن أنك أنت تقوم وتسيبها لحظة إلا لما يفوتك كتير. تحس وأنت بتتفرج وأنت بتتابع أنك أنت بتجري وبتنهج وبتتعب مع اللهيبة في الملعب. عن سرعة الإيقاع الحقيقة لما نتكلم على الدوري الإنجليزي تقدر تفهم الفرق بين الكرة في إنجلترا أو في الدوري الإنجليزي تحديدا وأوجه اختلافها أو تقدمها عن العالم كله. جمهور التنس وهو قاعد في الملعب بيتابع يعني أي مباراة تنس عينه ما بتبطلش تروح من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. هي دي سرعة الإيقاع بالظبط اللي أنت بتشوفها في ماتشات كرة القدم في إنجلترا. السرعة اللي مش مرتبطة بسرعة اللعيب، السرعة اللي مرتبطة بسرعة الريتم أو سرعة الفريق ككل، سرعة الهجمة، هجمة هنا وهجمة هنا، الدقيقة الواحدة ممكن تشوف فيها ثلاث أو أربع هجمات. ده عن المتعة. أما عن الدروس المستفادة فالحقيقة يمكن في ماتش امبارح ده في واحد من أهم الدروس المستفادة في أزمتنا المستدامة، أزمة التحكيم. امبارح شفنا أخطاء مؤثرة للفار، وهنا لينا وقفة. إذا كنا عايزين، إذا كانت الإجابة على سؤال هل إحنا بجد عايزين نطور منظومة التحكيم، هل إحنا عايزين على الأقل إن إحنا مش لازم نوصل للنجاح الكامل أو النجاح التام، لكن هل إحنا فعلا بندور على إن إحنا نصلح من أخطائنا أو إن إحنا نطور من منظومة التحكيم؟ هل الأخطاء اللي إحنا شفناها في الأسابيع والأخطاء الفادحة اللي إحنا شفناها في بداية مسابقة الدوري والأخطاء الواضحة وضوح الشمس، لا هي محتاجة فار ولا هي محتاجة مراجعة، أي حكم مبتدئ ممكن ياخد القرار بمنتهى الأريحية ومنتهى السهولة بدون أي تأخير، شفناها بتتكرر مرة واثنين وثلاثة، هل من الممكن أنه الأخطاء دي تستمر فبالتالي تؤثر على نتائج المسابقة أو على عدالة المنافسة أو على شفافية منظومة التحكيم في مصر؟ طبعا امبارح كان في أخطاء فادحة في مباراة توتنهام، لكن اللي يهمني هنا هو كيفية التعامل مع الأخطاء دي. يمكن الخبر الأهم والأهم من الخبر نفسه هو الإعلان عن العقوبة، يعني فكرة أنه يبقى في عقوبة في منظومة التحكيم أمر وارد، لا تقلل أبدا بأي شكل من الأشكال من هيبة التحكيم ولا تنتقص منها. جزء من المنظومة أخطأ فيجب يكون في عقاب واضح وصريح، وده اللي حصل امبارح في إنجلترا وتحديدا في مباراة الليفر والسبيرز أو الريدز والسبيرز. امبارح كان في أخطاء فادحة للتحكيم كله اتفق عليها، وبالتالي صدر قرار النهاردة بإيقاف حكام الفار في مباراة ليفربول عن المشاركة في ماتشات اللي جاية في الدوري الإنجليزي. الأهم كمان أنه لجنة الحكام النهاردة طلعت اعتذار، هل تعاد المباراة أو لا تعاد؟ أكيد طبعا مش هتتعاد، وأنه المبدأ الواضح أنه أخطاء التحكيم جزء من اللعبة، ده مبدأ مفهوم وراسخ، تستفيد منه مرة فما تعترضش، تتضرر منه مرة تانية فالطالب بعدت المباراة، ده مبدأ الكلب مكيالين احنا ما نعرفوش. لكن الأهم عندي هنا هو فكرة أنه يتم الحقيقة الإعلان بمنتهى الشفافية من لجنة الحكام عن كل العقوبات الموقعة على الحكام اللي يخطئوا. حكم أخطأ لابد من معاقبته ولابد من حرمانه من المشاركة، وده اللي قاله بيريرا عشان احنا ما بننساش في مؤتمره الصحفي وهو بيتكلم على الخطوات اللي خدتها لجنة الحكام السنة دي عشان تطور من منظومة التحكيم. وقال انه الحكام اللي هيبقى في عمليه تقييم مستمره ليهم، وانه الحكام اللي هيخطئوا او هيتراجع مستواهم من خلال منظومه التقييم الديجيتال او الرقميه اللي تم استحداثها السنه دي هيبتعدوا عن اداره المباريات، واذا ما استمروا في ده هيبقى في تقييم نهائي في نهايه الموسم وهينزلوا للدرجه الادنى، وده اللي احنا بنتمنى ان احنا انه يطبق. ولكن اللي بنطالب بيه انه ما يبقاش في الغرف المغلقه، يبقى معلن للجماهير. ده بشكل كبير هيحد حتى على أقل تقدير من المشاعر السلبية والإحساس بالتحيز لفريق على حساب آخر. مش بس بتكلم على الأندية الجماهيرية،
حتى على مستوى الانديه اللي بتشارك بدون جمهور. يعني احنا شفنا واقعه شهيره جدا ما في مباراه المصري البورسعيدي وفاركو، ضربه الجزاء لفاركو اللي لم تحتسب رغم انه كان في حاله رجوع للفار، وكانت يعني كانت المخالفه شديده الوضوح والصراحه. لكن الاهم هنا هي قصه الشفافيه، قصه انك انت تبين للمشاهد اللي موجود في البيوت او اللي بيتابع خلف شاشات التلفزيون او الجمهور اللي موجود داخل الملعب بناء على اي اساس تم اتخاذ القرار ده وتوضيحه للجماهير.